Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now, the ducks are gently gliding across the water. رغم انتشار العديد من المقاطع لتحدث بعض المستخدمين باللغة العربية مع ما قيل إنه أحدث إصدار للمساعد الصوتي من شركة OpenAI وهو ChatGPT-4o، إلا أن ذلك النموذج الصوتي هو النموذج القديم، لأن النموذج الجديد أي ChatGPT-4o لم يطرح بعد، وذلك رغم إعلان OpenAI عن الإصدار الجديد. وكانت OpenAI أعلنت عن إطلاق الجيل الجديد من نموذجها اللغوي ChatGPT-4o الذي يتميز بأنه نموذج موحد يجمع بين قدرات متعددة تشمل فهم الكلام المنطوق والنصوص المكتوبة ومعالجة الصور، إضافة إلى التعرف على الأصوات وفهم تعابير الوجه ونبرات الصوت وفهم العالم المحيط. Yes, I spotted one just now. It's heading away on the left side of the road. ويقدم ChatGPT-4o إمكانيات هائلة للتفاعل البشري الآلي، حيث يتيح للمستخدمين التحدث مع النموذج بشكل طبيعي وسريع كأنهم يتحدثون مع صديق، ويمكنه الرد على الأسئلة والاستفسارات في أقل من ثانية، أي أسرع بكثير من الإصدار السابق، كما يمكنه الترجمة الفورية وحل المشكلات وتقديم تصورات لحلول مختلفة. ويتميز أيضاً بالتفاعل الذكي، بحيث يمكن للمستخدمين مقاطعة النموذج أثناء حديثه وهو يتذكر سياق المحادثة ويستمر في الحديث بشكل طبيعي. مختصون اعتبروا أن هذا الإصدار يعد علامة فارقة في تاريخ الذكاء الاصطناعي، ويمثل خطوة هائلة نحو تحقيق تفاعل بشري آلي أكثر طبيعية وفعالية، كما أنه يرفع التنافسية مع الشركات العملاقة الأخرى المتخصصة بهذا المجال.